السلام عليكم، مساكم الله بالخير متابعينا الأعزاء أهالي مدينة الزبير الكرام. أوثق لكم من المناطق التي تأسست حديثا فيها الزبير، منطقة حي الخطوة، اليوم الأربعاء 7/5/24. أوثق إحدى الجزرات الوسطية في منطقة حي الخطوة. هذه الجزرة الوسطية كانت قبل ستة أشهر تقريبا موقع أجلكم الله، موقع لرمي النفايات وموقع المساكن العشوائية والأسلاك، الأسلاك الشائكة، أسلاك المولدات، كيبلات التجاوز، يعني منظر مزري جدا جدا. أما الآن تم إكمال هذه الجزرة الوسطية، وسوف أوجه العدسة نحو هذه الجزرة، بس قولوا معي بسم الله ما شاء الله، ونوصي أهل المنطقة على هذه الجزرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزرة الوسطية بصورتها الجديدة في منطقة حي الخطوة. طبعا هذه ألعاب الأطفال، والأرضية من الربل حتى لا يتأذون الأطفال، وهذه الممر، وهذا مكان موقع رمي النفايات والإنارة، وهذه تعتبر هدية للمساكن المجاورة لهذه الجزرة الوسطية، ونناشدهم ونوصيهم، تعتبر أمانة وهي لهم عائدة قطعة من البيت، انطت جمالية للمنطقة، جمالية للمساكن، ونوصي أولياء الأمور بالمنطقة يديرون بالهم على نظافتها، ويديرون بالهم الأطفال من العبث. قبل فترة كم شهر وثقت الجزرة الوسطية اللي بالجاهزة، وما قصروا، أنا متابعهم رايح راد عليهم باعتباري من ضمن المنطقة، أشوف الأولياء الأمور يتابعون الأطفال ويحافظون على نظافتها، لكن للأسف أكو تصرفات خطأ. يعني قبل يومين أنا مريت على الجزرة الوسطية، أخذت حفيدتي وجيت أقعد على إحدى المصطبات، للأسف لقيت المصطبة موقعها مزري، يعني شخص جايب له كيل وحب شمسي ومسويها ملحمة، يعني حتى لون الحشيش أجلكم الله ما يبين. ليش مو مخلي لك مصطبة؟ شفت مكسرين بطاطة العصير القزاز، وهاي مصطبات على حسب العفو مكان رمي النفايات، وإنارة بالليل منظرها حلو وشي رائع، والعمال الخطية ما قصروا، الحراس موجودين، هذا الحارس، الأطفال كلش مأذينه، يشتكي يقول الجهال مأذيني. فنوصيكم يا أخوان دير بالكم عليها، وهذه لكم، ومنظر للمنطقة رائع، وإن شاء الله نتمنى الزبير كله يصير بهذه الصورة، وإن شاء الله راح يصير الخير قادم إن شاء الله، بس إن شاء الله وشهادة لله صبر. ما أعود لأي شخص ولا لي مرتبط بجهة معينة، وإنما كمواطن من أهل الزبير وأحب مدينتي، ونحب نصور شيء الحلو عنها ونطلعها بصورة جيدة لكل العالم. شهادة لله، ماكو عندهم شغل شيء اسمه تلزيق، كلها شغلات جيدة وقوية ومتينة، وما بيها أي شيء يعني قابل للتلف. فيا أخوان هل هلا بيها، وريد تتابعون الموقع وتحافظون على نظافته، وأنا محدثكم أخوكم سعيد الدليشي شوية خالدي. ترد النفس، يجون أولياء الأمور، العصاري المغرب يقعدون، والأطفال، هي طبعا ما انفتحت، يمكن احتمال باكر أو عقبة افتتاحها، باقي بس ما كل شيء كمل، بس التنظيف يلا. وهذه ألعاب مع الأطفال، أي واحد يريد يجيب أطفاله، مو بس المنطقة، للزبير كله يريد يجيب أطفاله يجي، موقع حكومي مجاني، بس حافظوا على نظافته يعني.